ابدا هلا انه حدا يشغل حاله ليعمل قيادة ابدا. ولم ندعي انه يتوحدوا الناس، اوقات مش منيح، يعني مش ضروري بتقولوا مش ضروري. المهم تكون عارفه حالها هالحركه الكبيره اللي صارت بلبنان هي اي نمط بدها اياه. اذا بدها اياه ثوره مفتوحه وهي ما بدها حتى تبادر وتقدم بدائل، كمان ممكن تعمل هيك، هذا نمط، بس بتكون قادرة انه تضاين بالناس انه يضلوا موجودين ويضلوا عاملين شعلة هيك يعني، وعم بتضل قايلت لها للسلطان كل شيء وما تقدمي انا موجودة. وعلى طول هي عاملة شغلة كبيرة بقلب الساحات بقلب الاعلام وبقلب الدنيا كلها. اذا قررت هيك منا معاوزة كثير كثير من التنظيم وقيادة معروف شو هي، ولا بدها تقدم بدائل، فإذا ما في لزوم للتفاوضات. هي عاملة حالها بنمط معين إنه هي ثورة، حتى ما بدها تقول مين بتسمي، ما بدها تقدم بديل، فيها تكون هيك نمطها. إذا هيدا نمطها عظيم، بس بصير هيدا هو، وبالتالي بتصير تقول أنا تضل هيك، فإذا لازم لي إنه خلي الناس بكثرة بالشارع ويضلوا بأخلاقيات بالشارع ويضلوا بقوة بالشارع وبالإعلام وصوتهم عالي وما عم بيحلوا. توصل أوقات كمان إنه ما يعودوا يروحوا على مدرسة ولا على جامعة، يمكن ما بعرف شو بيعملوا، يضلوا بوجودهم اللي بيسموه شيء يشبه العصيان، بوجودهم العام بيكونوا عم بيخلوا السلطة يقولوا لها إنه بعد ما وصلتي للمطرح اللي بدنا اياه، بعد ما وصلتي للي بدنا اياه، بعد ما شدي همك يعني اعملي بعد، بعد ما وصلتي للي بدنا اياه. هيدا شيء فيهم يعملوه اذا عرفوا حالهم انه بيقدروا يعملوا هالنمط ويضاين ويكمل، مش يصير مثلا يخافوا انه يتسبب ناس ويروحوا، او يخافوا انه يفوت حدا ويقمعوا، او يخافوا انه يتفرقوا ويتقسموا، او يتوزر ناس منهم ويصيروا يشطوا على غير ميله، يعني بتكون حصنت حالها بهالطريقه. اما وانه انا اللي فهمته انه بالعكس في بدائل ودراسات وخبراء عم بيقدموا بدائل يعني عم بيطرحوها، معناتها هيدي الثوره او الانتفاضه عندها بدائل وحابه، وحتى في اشخاص طرحوا نفسهم انه يصيروا جوات الحكومه. لذلك انا بحكي انه اذا هيك فاذا لازم يصير في عنا شيء من التنسيق والتوحد من دون ما نتعقد من القصه. هيدي شغله بسموها الف ب، يعني هيدي ما بتسوى انه ما نكون على القليله متفقين على مطلب او اثنين، وهول مطلب او اثنين او مطلب بالاول اذا عجزنا عن مطلبين، بس واحد على القليلة وكلنا نغور عليه. مش ضروري نقعد ننطر لنتوحد على 10 مطالب، بلكي ما توحدنا، بلكي مثلا انا بدي الاحوال الشخصية وفي كتار مجموعات ما بدها اياه. ما بنعند على اشياء بالاول اللي بنقدر عليه بنحطه، لان هي هبة شعبية بالاول فيها من اليسار لليمين لكل الانواع، وموجود كبار وصغار مثل ما شايفين يعني. مشان هيك الثورة هي بتحدد كمان، هي بتحدد هي مين، هي مين يعني، شو نوعيتها، شو نمطها. يصير واحد يعرف اي وسائل بده يقول لها انه تعمل. اما انه في ناس مثلا بتجي تبقى يعني عم تستفيد، شو ما عم تستفيد بمعنى السلبي، يعني جاي عم تستغل. بكل الثورات جزء مهم من سلوك الافراد هو انه بيكونوا عم يجربوا ثورتهم، عم بينطوا، عم يصرخوا، ما صرخوا بحياتهم يصرخوا، يعني بتعمل لهم نوع من شيء لإلهم لنفسيتهم يعني، بغض النظر شو المطالب، مش لأن هن استغلاليين، بس هيدي الفرصة هيك بتصير لكل واحد شو بيطلع نمطه، هيدا مثبت على الحيطان، هيدا بينط، هيدا بيفرح، هيدا بيرقص، هيدا بيشتم، هيدا مدري شو، يعني في الثورات الذاتية بتحصل دائما ما فينا نوقفها. فينا مثل ما قلت بالأول إنه نعمل شيء من التدريبات الصغيرة للناس اللي بنعرفهم إنه دائمين ناشطين دائمين بهالثورة هاي، لا هودي لازم نعمل تدريبات معهم، وبتقدر تنعمل كل يوم التدريبات، ما بدها كثير، ساعة نص ساعة بتمرقي تدريب لكل مجموعة، بتنعمل وبتضمني شيء كثير أقوى لقدام، بعدين بعدنا نحن بالأول عم نشوف كيف بدنا نوجد ونحدد شو هي هيدي اللي عاملينها، ثورة، انتفاضة، حركة مطلبية، موجة شعبية، وبعدين منيح انه خضت البلد، بعدين رح نرجع لورا. أنا بسأل سؤال للكل، أي متى مثلا أو شو مفكرين؟ هذا من الأول الواحد يسأله عن حاله بس يعلن شيء، بيقول أنا شو لازم يصير لحتى أنا أطلع من الشارع؟ شو هو اللي بيصير وانا معه بقول اوكي بطلع من الشارع؟ مش معناتها بطلت عم نضل، رح ضل، بس في 100 شكل للنضال. شو بس القعده بالشارع بساحات النضال يعني؟
شو هو الشيء يلي هالثورة أو هالانتفاضة هالحركة الشعبية اللي صارت السلمية، شو هو اللي بده يصير تطلع؟ معناتها بتكون مسبقا حددت، فإذا شو الشيء الكبير اللي بدها تنجزه، شو هو الشيء اللي يمكن ما يكون كل المطالب، أكيد ما بيكون كل المطالب أكيد، بس بيكون في شيء حصل بتقول أوكي أنا هلا رح أرجع على البيت، برجع بعدين بنزل، برجع بعدين كذا، بتنوع، حدا بيضل على يعني. يا أما بتفتح في بلدين مثلا فتحوا شيء من اللي صاير هلا بلبنان، بس فتحوا على طول ضل سنتين، إذا عنا قدرة نعمل هيك، وبالتالي بالآخر السلطة لوحدها بتصير من عجزة بتقول خلص أنا ليه، لأنه شو ما عملت نحن عم نقولها بعد ما وصلت للي بدنا إياه، بعد ما عملت اللي بدنا إياه، ونحن قادرين نضاين بالسلمية وبالطريقة بالشمس وبالشتاء وبالدروس وبالاقتصاد وبمعاشنا إذا عم يروح، إذا في قدرات. ليش أنا أقول إنه بتدرس الثورة نمطها ونوعيتها، شو بدها تسمي حالها، وين قوتها ومكانها، تقدر تعرف وبصير تحلل هي ليه نزلت، يكون معها وقت تحلل ليه نزلت. وبعتقد من اهم الاشياء مثل ما عم تقولوا يعني الكتاب عم بيقولوها، اكثر شيء الناس نزلت بلبنان كمان مش لانه حدا نزلت، حتى لو في حدا ما بعرف شو تدخل بلبنان او كذا، بس الناس نزلت لان في شيء بكرامة اللبناني يعني مدعوس بين يعني بالعربي الفصيح. يعني شو في إذلال أكثر من 45 سنة؟ شو في إذلال أكثر من هالفساد هالبشاعة؟ مش باقي ضيعة حلوة، مش باقي طريق نظيفة، مش باقي شو باقي يعني، وكله بالرشاوات. يعني في هالشيء يلي مستحيين لبناني، ليكوا شو بمرتب ومزوزق وبيوته حلوه ونظيفه، ما بحب ياكل الا احلى شيء، حابب انه بلده يكون هيك كمان، مشان هيك يعني ما عاد عم بيقدر يشوف صوته او مرايته فيه، هيدا الشعور كثير هائل، هذا بيجمع كل اللبنانيين، ما له علاقه لا الاحزاب ولا شيء، بيجمع الكل على فكره، ونزلوا بالاول ونحن فينا مش عم ننزل الكل.